بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الدكتور نقول منبع السيدات والسادة مع مراعاة المقامات حسب البروتوكول الناميبي. أصحاب الفخامة والسعادة السيدات والسادة، لقد كلفني فخامة السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية بتمثيله في الجنازة الرسمية للرئيس الراحل هاج غاينغوب وباسمه. وباسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية نود مرة أخرى أن نعرب لفخاماتكم ولشعب جمهورية ناميبيا الشقيق ولجميع أفراد أسرة الرئيس الراحل غاينغوب عن أحر تعازينا وأعمق مواساتنا في هذا الوقت الأليم. لقد كان الرئيس الراحل غاينغوب قائدا بارزا في منطقة سوابو في منظمة سوابو وناشطا مناهضا للفصل العنصري ومقاتلا في كفاح ناميبيا من أجل الاستغلال ونصيرا متحمسا للوحدة الإفريقية روحا وفعلا. A towering veteran and hero of Namibia independence struggle and a convinced Pan-Africanist in spirit and in action. لقد كان أيضا رجل دولة عظيما وصاحب رؤية ومكافحا من أجل الحرية بامتياز وخدم بلده وشعبه في جميع المناصب التي تولاها بإتقان ومثابرة مثاليين. He was a great statesman. A visionary and a freedom fighter par excellence who served his country and people in all the positions he has assumed with exemplary devotion and diligence. ولقد لعب دورا محوريا في بناء ناميبيا جديدة متحررة من قيود ومظالم الماضي وفي جعل البلاد واحدة من اكثر الديمقراطيات استقرارا وازدهارا في القارة. Also played a central role in building a new Namibia free from the chains of injustice of the past and in making the country one of the most stable and prosperous and exemplary democracies in our continent and in the world. وعلى الصعيدين الدولي والقاري عمل الرئيس الراحل غاينغوب بكل إخلاص لتعزيز المصالح والقضايا الإفريقية والدفاع عنها وسيذكره التاريخ كمؤيد قوي للكفاح التحرري للشعب الصحراوي وكزعيم إفريقي عظيم كان يؤمن بقوة بأن حرية إفريقيا تبقى دائما ناقصة حتى تصبح الجمهورية الصحراوية حرة بالكامل. At the international and continental level, the late President Gengob worked wholeheartedly to promote and defend African interests and issues. He will be remembered as a staunch supporter of the liberation of the Sahrawi struggle of liberation of the Sahrawi people and as a great African leader who strongly believed that Africa would not be truly free until the Sahrawi Republic was fully free. وسيذكر التاريخ ايضا الرئيس الراحل غاينغوب باعجاب واحترام عميقين لمواقفه المبدئيه وصفاته الأخلاقية العظيمة وتفانيه. The late President Gengob will also be remembered with admiration and profound respect
for his principled positions, great moral qualities and dedications. ليبارك الله الرئيس الراحل جينجوب ولترقد روحه في سلام أبدي. May God bless the late President Gengob and may his soul rest in eternal peace. شكرا. Thank you very much. Thank you very much for the tribute, Your Excellency.